حمد لله اليوم الصيد واي. واشك خير يا العقيل؟ حيودون ظلامة لفان الضيوف. حياهم الله. القوة يا الربع. هلا ضيف الرحمن. حول شريكنا بالمكسوب. تكفون. أبي أنشدكم عن عرب العضيد. بعدهم بديرتهم أو رحلوا. وش حاجتك بهم؟ عليك بضيفي أول. إن شاء الله أعجبتك. ما يعيب هالشي زينة، لكنها تبقى رسم والرسم ظاهر. والغالب دوم أن الظاهر يخفي وراه باطن، والوجيه الضاحكة تخفي وراها حكايات حزينة. جدحتك سير ولفرد. يمكن سابها كانت تنظر قدوم مجول بفارق صبر. هو هاللون، لكن الأمر مثل ما قلت لليدي جين، واردي كله وجه ثاني يعاكس اهتمام. وبالوقت اللي نظن به أنك قربت من مرادك تكون أبعدت عنه كثير، وهذا اللي ما كان بحساب صبحة. هاي مجول، الرجال يبي جوابك. جوابي تام يا بن نمر. كفو كفو يا مجول. كفو يا ولدي. انت ابوها يا ابن اخي. مثل قضوه يا غازي. من تصل نزل. وصلت باكر تنعقد باكر، وصلت بعد باكر تنعقد بعد باكر. لا عاد نمشي من الحين، وخير البر عاجله. على بركه الله. نسلم عليك. بامان الله. بامان الله. الوالده بامانتك يا الظاهري. علمها باللي صار. وانا بستقضي السالفه ارجع. صار يا مجول، صار. ما أوصيك، هذول العرب عدوين جد، وحيث دائماً خاف خلك رجال، روي كل شيء قبل التكلم، ودوم خلي سيفك يسبق لسانك. هو هاللون يا الظهري، هو هاللون. أمان الله. القوة طال عمرك. وين يا ولدي؟ سويت اللي قلت لك عليه. هذا انا لبست مثل ما امرت، وذلولي مزهبه وتنتظرني بباب القصر. اسمع يا ماجد يا ولدي، ابرسلك لنايف العضيد. وش بقالك عنده عقب اللي صار؟ بقالك طعد عبر الشك، واعرف ان كان هذا الرجال معي او علي. خير طال عمرك. وش تبيني يا بلغة؟ لا يا ولدي، هذه المرة ما ببلاغ، هذه المرة أبي شيء ثاني. يا شلوة يا مجول. يا عونك. هلا بالظاري، هلا بالعقيد. لكن وين تويري يا العقيد؟ تويرك بخير يا مجول، وهذا من قنصة. ها. وش اللي وخره عني؟ راح يقضي سالفة بعرب بني السايس. سالفة ايش يا الظهري؟ سالفة ما يقضيها دون الشيوخ والوجيه غير مجول. طلبت حرمة من عرب بني السايس عشان توكله عنها بقضوة بينها وبين زوجها. حق يا ظهري؟ حق يا شلوى. يا ليتك رافقت بذا الشهر. خطر لي هالشور لكني أحجمت. قلت لروحي خلي بني السايس يعرفون أن الصغير ما ابنه شيخ وجيه كيف لعاد الكبير. وطويلة غيبته؟ يومين والثالث يكون عندش إن شاء الله. إن شاء الله. تبين شيء؟ تحتاجين شيء؟ تكفى يا الظهري،
اليوم جت خزنة وقامت بالبيت، ما احتاج شيء. دائما تطمنت عليك. أبي ترخصي لي. تصبحين على خير. تلقى خير. عنهم فات نوم بعبايي ليلة مميت والله تحضر يا زين ليلة مميت يا ملالي يا خميس يا ملالي والله شي يفطر القلب ما على قلوبكم شر يا شيوخ عافية من سماك مغانم وغنام على اسماء اثنين لصقوا تسلم يا خميس تسلم لكن للحين كل غنايمنا طيور افصح يا غانم افصح ودك الحق يا غنام اليوم اول مره احسد احد مجوي ايه طوير شلوه الولد دوننا بالحسب والنسب وهذا هو تطلب وكالته حريمه لعده قبل الاصحاب بهذه اوافقك يا غانم لكن مجوي ما يزيدنا بشيء لا قول ولا فعل حنا مقصرين بحق حالنا يا أخوي وفعولنا ما هي مثل فعول غيرنا لجل حنا عيال الشيخ نايف وكل شيء نسويه لزوم نرد له الشور لجل ما ينحسب عليه وان كان يا غنام وان كان حنا لزوم نسوي فعول ما نغضب بها أبونا مناح وتسولف بها سمو القبائل مناح ثاني غانم ببالك شيء لله للحين ما من شيء لكن لينوي ما يعدم الوسيلة السموحة منك يا أخو ترفع أشغلناكم بسالفة عمي هذال وحربته الأول لبيتوا كفيله العون بشان نوق الفدية وهذا أنت لبيتنا بشان وكالة مصبحة اي العرب البعضها يا بن نمر العرب البعضها الظاهر انصيتك سبقك لعندنا عشان تطلبك صبحة بالاسم اي الحمد لله الواحد مننا بذا القفرة وش له غير صيته وكاد انك تعرف صبحة هي ذي اللي طلبتني هي اي اعرفها من كلامك عنها بإذن الله بإذن الله بس نقضي هالسالفة ابي اعرس عليها الله يقدم اللي به الخير ما تنام؟ ايه نمت انا للحين ما نست تصبح على خير تلقى خير Thank you.
انت لي ضراير مسويات لي سحر؟ والله ما من سحر غير نقايس ابن الشريف. حسرتي عليك يا عمه. وش ناوية تسوين الحين؟ انتظر رحمة الله. عمه تبين مني شيء؟ ساعدش بشيء؟ تكفين يا غيدة، ما ودي أغلبك معي. ابن الشريف شراني وأخاف يذيج، وانتي مالك بهشان لا ناقة ولا جمل. روحي في ذاتش يا عمه. إن كان معنها أبي منش هالمعروف. عديه صار. تحفظين قصيد؟ وأقولها بعد، بس أنت روي وأنت تقولي. لا عاد اسمعي. أرابتشن وجوهتشن مسر الخاطر. بنتي يا شيخ، بنتي. عسى ما شر يوبا يا شماي. أنا بخير يوبا، أمي تقصد أختي ترفة. ترفة؟ وش بها ترفة؟ خايفة عليها من ابن الشريف. وابن الشريف وش بده يسوي له؟ بنتك حرمته. ما صار وسمعت ان احد من العرب اذى حرمته لاجل خلافه مع اهله. لو كان الدم بينه وبينهم لارجع. قلبي ما هو مطمن يا نايف. ارجاك ترسل مين يجيبها. لله يا المياس. مو هنا اللي خرب على بنتي لاجل ظنونك. ولو ودك العرب تعف عن نسبتي. خوف اني اخذ بناتي من بيوتهن كل ما طب خلاف بيني وبينهم. وش الحال بينك وبين الشريف يبا؟ الحال بيننا شان رجاجين والحريم مالهن به. لكن يا سك باب الهرجة حربة. ودك تقلبين الدنيا علينا ولا الحين؟ ما صار شيء بيني وبين الرجال. على هون تشم. عمرة حيا الله ابن عظيم. حيا والدوم يا طويل العمر. القوة يا الربع. هلا 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 غالي. موكلتك تطلبك. بخير. سلم عليكم. أمان الله. وش قولك من يطيحك العون؟ ما أقول به شيء. كريم وبن كرام. لكن كنه صغير. طيبتش السبع غير البعوضة. صدقت يا لهون صدقت. ادفع عباتي لجل عرف من هذا الملثم مجلسنا. تبي يا غانم السؤال ذل. لو كان وين الطريق؟ هذا غير من بعض العرب يخفي ورا الثامة عيب ولا حاجة ولا شيء ثاني. مهم من حلايا الوجيه كشف الحسن. الشيخ ما تعدى الحق يا غانم. وارد الرجال يكون قاعد في بيتنا وحنا طالبينه بدم وما له أمان غير الثامة. دير القهوة يا سرور. اسقط ضيفان بالأول. شفته يوبا؟ شفته ايش سوى؟ عف عن الضيف يا غالي. زين يوبا زين. أسلم عليك.
والله ما انا عارف شلون ودي شيخ عقبي وهو بهذه الاوصاف. تعلم من الحياه طال عمرك، وهي خير ما نسقل الرجاجيل. زين يا خاله زين، وش اللي تبينه انت؟ ابي حكم ينصفني يا ابن عضيض، حكم يعوضني عن شفي اللي ما تعوض. هذا انت قلتيها بروحك، شفك المقطوعه ما من قوه بالدنيا تقدر ترجعها لك. لجل هاللون قدامك سالفتين، الاولى تاخذين الفديه بكفك المقطوعه وتطوين السالفه، والثانيه تحكمين الجاني هالذال بقطع شفه لو شلون ثاني من لشته. وانت تدرين يا خاله انه يقدر يفدي شلوه ذا بالنوق او بالمال، وبالتالي نرجع لسالفه الفديه. انا ادري بكل هذا يا ابن عضيض، ولهاللون طلبتك وكيلا لي بالقطوه لجل تشوف لي حكم ينصفني من هالذال، حكم يشفي غليلي منه دون النوق والمال. ايه زين يا خاله زين، اروي بالسالفه الليله وباشر اقول لك وش الحكم اللي بطلبه من العارفه. عساك سالم يا ابن عضيض. سلم عليك. وين صرتي يا بنت؟ عندك يمه. ها شلون لقيتيه؟ حين يجيني بالحكم اللي تشفى به من ابوك وقتها اقول لك وش رايي. أم التوم صبحت ثكلة. تقصدين حريمي أم صبحة وأم غازي؟ إيه. زين إني طلقت اثنين من ثقلت بهن، لا أهون علي مهن يجيبن تاليتي. والله ما أدري يا أخوي إن كنت خلصت. هذه جابت وكيل من عيال العضيض، وقبل لا تجيبه كانت ودها توكل ولد أخونا غازي، لكنه ما قبل. ومن يدري الحين وش مغبي لك هذا الوكيل الجديد؟ قلتك يقدر يحصل حكم بقطع شلو مشلاي. من هالناح تطمن، إن كان الحكم هاللون نقدر نفدي أشلاك بالنوق أو بالمال. لكن يا خوفي يكون الحكم شيء ثاني. قلتك وش يكون؟ هذا اللي بعلم الغيب يا أخوي، وما يتعدى راس العيل العضيضي. الحمد لله. اسقي الضيفان بالأول. خذ الفنجان يا الأخو، ولحلي قطع يدك لو كنت عواد ابن الشريف. السموحة يا أخو ترفة، لكن ماني شارب قهوة يحجر عليها الأمير وانت تقلطها للضيفان. عواد يا مرني، وينه ويني؟ هذا جواب الطلب ما بخلو باقة. الشين شين ومناسبة شيني، عدو جد وما بقلبه صداقة. ما يردني عن طيب لو يغزيني، وما ذلنا ما دام جنبي رفاقة. ما عاش اللي ذلك وانت العزيز يا اخو ترفة. عامر تقلط لعندنا يا طويل العمر. يا هلا يا هلا يا ابو غانم. يا هلا. قول لهم هلي العقيل. ارتاح ارتاحوا يا الربع. صدق اللي سمعناه يا مجول. وش اللي سمعته يا ابن حمود؟ ان ابن الشريف حجر على ابن عضيض دير القهوه. صدق
صدق اللي سمعته. وش كان جواب اخو ترفة؟ جواب اللي ما يقبل الذل. لا عاد هي الحر. ايوه حياها الله ان كانت الدفع الضيم. لكن انتو بكم على ابن الشريف؟ ان ما قدرنا عليه نرحل من هنا. وتعوفوا ديرتكم؟ ترخص الديار كلها ولا نرخص بكرامتنا يا شيخ؟ ول 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 كل هذا عشان تضيفون قهوة؟ ايه وش حياة العرب دون قهوة؟ القهوة زادهم وزوادهم، شارت عزهم وسموهم. أنتوا تقبلونها على حالكم؟ الحق إن ما نحطينا بذا الحال عشان نعرف وش يكون ردنا. لكن إذا كان رضا الأمير بكف وحجر قهوتنا بكف نختار رضا الأمير. ألو هنياله بكم وهنيالكم به، وخير راعي وانتم خير رعية. الحمد لله. تصبحون على خير. تلقى خير. تلقى خير يا العقيد. إذا هويت النوم فراشك جاهز طال عمرك. هي بالله. تصبح على خير يا أبو غانم. وأنت من هل؟ خير يا ضيف الرحمن. ما من شيء طويل العمر، أبي أقضي حاجة. وهنية اللي شاغل مبالك. وهنية همك والله. هذه الشدة على شفك عوض شدتك على شفي بذاك اليوم. هذاك اليوم ما كان بيدي شيء أسويه غير إني أشد على يدك. حالي اليوم يشبه حالك، ما من شيء نقدر أسويه لك غير ان اشد على يدك. وليه انا؟
عشان ما من حد دونك يا مجول. وانا حرة وعين الحرة ميزان. وانا قلت لك اني الينا الحين ما استهديت الحكم. ذا من حظي عشان مالك روحة من عربنا لين تستهدي. هي قولي من الاول انك تبين تشوفيني ولقيت بسالفة وكالة امك عذر عشان جيتي. به شيء من هذا وبه شيء من ذاك. اقول الصدق، عقب اللي شفتك صرت احب النوم يا صبحة. لا يا خامل، وليه عاد؟ لان بيني وبينك قفرة وما من رجع اشوفك بلحم، لكن كل هذا يزول حين انام وتطلعين لي بلحم. شفت وش الفرق بيناتنا؟ انا ادور عليك بالعلم وانت تدور علي بالعلم. الحين عقب الكلام اللي سمعته من غازي ولد عمك توكدت اللي بيننا بيضل حلم. وش سمعت من غازي؟ الرجال يودك يا صبحة ويبي يتزوجك بعد ما يتقضي هالسالفة. غازي يقول لي أبيه وانا اسوي اللي أبيه. عوفك الخلوتة. اقعدي خلك بعد علشان تعينيني على حكم. ما اقدر اعينك بشيء غير ان علمك ان ابوي سايس خيل. روي وشوف شلون ينحكم سايس الخيل بخاطرك. أصبح الملك بالخير يا عمي. صبحك الله بالخير. ما من قهوة أقبل اليوم سرور. خير يا أخو ترفة. اسمع الكلام، كب الماء اللي بالقلال كب الهيل وزر البن يا اخو ترفه. سوي اللي قلت لك عليه ولد. يا أهل البيت، يا أهل البيت. يا عونة. أبي أكلم عمتي يا صبحة. أسمعك يا غازي. وكيلك استهدى للحكم ويبي يشاورك به. أسمعك يا العضيضي. ودي الهرج يكون من رأسي لرأسك يا خالة. حقك يا الوكيل، تفضل. أي أنا استهديت والله هداني. ما هو بشين الوكيلة؟ أرجال مخابر ما هي بمناظر. والشغل أول وتالي لك يا خالة، أنت تشوفين اللي تبيه. كان هذي وش قلتي يا خالة؟ زي قبلت به. مجول توصل للحكم وأنا قبلت به.
ولك تشهد بهالكلام قبال العارفة. زين يا عمتي زين، لعاد اليوم قبل غياب الشمس نطلب عقد المجلس. نسلم عليك. سلم عليكم. بمعنى الله. هاي يمه، وش هو الحكم اللي رضيتي به؟ الليلة حين تنقضي القضوة تسمعين به. المهم انها رضات يمه. الحق أرضاني كثير. هذا أول شارب جبته، الثاني شارب ابن الشريف بعون الله. ذاك انا عرفيت كلها، بس قول لي وش اللي صار؟ يا ذلت الشاترفة، يا ذلت الشاترفة. من يا اخو ترفة؟ الشور العواد ابن الشريف والفعل الماشت. العاد حريمهم ارامل وعيالهم يتامى، وحق ردنك الشريفة غير ناخذ بكل شعره من شربك لحيه من لحاهم، ويحرم على حريمنا تشوف وجهنا لين نغسل عارنا. وهذه لا تبطي. الحق اني تايه يا الاخو، وماني عارف وين ما اخذت الدروب. من ذناح عرب بني السايس، ومن ذناح عرب العضيد، ومن ذناح عرب الهميله. تكفى يا اللحيه الغانمه. لكن ما قلت لي من اي العمام انت ومن تقصد. انا من بني ادم، وكل من ذكرتهم مقصدي. صدق من قال البدوي اروغ من الحصيني. مجول العفيضي وكيل متضررة هم صبحة حرمة هذال، سمي عارفة يقضي لك بحقك. حق موكلتي باين مثل عين الشمس، وانت عرفتي يا شيخ عايض. العون بن ناصر وكيل هذال بن السايس المتسبب بالضرر، سمي عرفتك. سميتك انت يا طويل العمر. تحلفون بالله ترضون بحكمي؟ والله وصلاة محمد أقبل بحكمك. وحق باري البرية قاطع المال والذرية أقبل بحكمك. شاهدين يا الربع؟ شاهدين. العاد نوكل الله ونبدأ بالمتضرر. تفضل يا مجوي. حايشبك يا قاضينا يلي بالحق مرضينا، جيتك هدي قدي وافلح من صلى على النبي. حظي وحظك يدخلن على 44 نبي من الفور والنور والحق الردي، داخل بالمال وبالعيال من شي باين لي وعليك غبي، وانا حاطه بعيونك السود وربعك القعود والعود،
والمره وما تجيب ونسافات العسيب. موكلتي يوم صبحه وسمها موكل ذا الرجال على يدها علشانها اشترت ناقه من مالها الخص وسمتها باسم اهلها. ومنها حكمته على الرجال بقطع يده لكنه فدى شلوه بالمال. لكن اللي جده شيخ شف موكلتي انعطبت عقب الوسب وقطعها الحكيم قبل لا تنعطب الذراع كلها. ولهاللون نبي للسالفه حكم جديد ينصف موكلتي.